ميلانيا ترامب نجت من حادث طائرة قبل قليل، تستقل طائرة من قاعدة أندروز بعد ربع ساعة الطائرة في الجو، شافوا دخان بوادر حريق، عادت الطائرة بسلام قبل قليل إلى قاعدة أندروز مرة تانية بالقرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وظهر وثبت أنه في مشكلة فنية أو ميكانيكية في الطائرة اللي أدت إلى دخان كثيف داخل الطائرة. صباح الخير.